وينضم إلينا الباحث والكاتب الدكتور فايز أبو شمالة. دكتور، يعني ماذا سيعني هذا القرار بالنسبة للفلسطينيين وما هي تبعاته وأبعاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقدر أن هذا القرار مهم دبلوماسيا وسياسيا للشعب الفلسطيني، حيث يؤكد على أن الاستيطان اليهودي على أراضي الضفة الغربية وفي القدس غير شرعي، وهذا يعزز المواقف الفلسطينية الرافضة للاعتراف بشرعية الاستيطان، ويحث الفلسطينيين على استخدام كافة الوسائل لمقاومة المستوطنين. هذا القرار ليس الأول فيما يتعلق بإدانة الاستيطان والمطالبة بتوقفه. صدر قبل ذلك سنة 1979 قرارين يدين الاستيطان، وصدر سنة 1980 قرار يدين الاستيطان، ويدين القرار الإسرائيلي بضم القدس والاستيطان بها. بالتالي مجمل هذه القرارات تشكل حافزا للفلسطينيين للمقاومة. نعم، يعني دكتور، يعني قرار كهذا هل ستلتزم به إسرائيل وهي المدعومة دوليا؟ يعني مدعومة دوليا، أضع خلفها أكثر من علامة سؤال. عندما تصوت 14 دولة مع قرار إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه، هذه يؤكد أن إسرائيل ليست مدعومة دوليا. بالتالي إسرائيل تحرص على أن تكون مدعومة دوليا، لكن عندما يرى المجتمع الدولي أن هنالك مواقف عربية ومواقف إسلامية ومواقف فلسطينية موحدة خلف قرار واحد، تحظى بالدعم الدولي. بالتالي إسرائيل ترفض مثل هكذا قرارات، وقد أعلن مناحم بيغن أنه غير ملتزم بهذا القرار، وأعلن عضو الكنيست ياشاي بالمطالبة بالمزيد من التوسع الاستيطاني وضم الضفة الغربية. هنالك ردة فعل غاضبة إسرائيلية. بالمناسبة سنة 1980 عندما صدر قرار من مجلس الأمن يدين الاستيطان في شهر 3، في شهر 7 أعلنت حكومة إسرائيل بزعامة مناحم بيغن ضم القدس كرد فعل على قرار شبه الاستيطان. أنا أقدر أن إسرائيل ستقوم بمزيد من التوسع الاستيطاني ومزيد من تهويد الأماكن المقدسة كرد عملي على هذا القرار النظري. يعني هذه القرارات دكتور، وأيضا التي سبقها من اليونسكو، يقابلها في المقابل يعني ترامب يدعو لنقل السفارة إلى القدس. يعني هل سنواجه دعما أمريكيا يضرب هذه القرارات بعرض الحائط؟ لا شك في ذلك. الكونغرس الأمريكي كان قبل ذلك قد وقع 88 عضو من أصل 100 على مذكرة طالب أوباما بعدم أو باتخاذ حق النقد ضد مثل هكذا قرار، لكن يبدو أن إدارة أوباما رفضت. الآن نحن أمام إدارة أمريكية جديدة برئاسة ترامب يأسف لمثل هذا القرار، ويعد بمزيد من المساعدة للمستوطنين ومزيد من المساعدة لضم القدس بما في ذلك نقل السفارة. بالمناسبة لابد من التذكير أن ترامب بنفسه قد تبرع ب$10 مليون لمستوطنة أرييل بالضفة الغربية. نحن في مرحلة، في المرحلة القادمة سيواجه العرب والفلسطينيون موجة من التوسع الاستيطاني وموجة من الدعم السياسي والدبلوماسي لإسرائيل غير مسبوقة، وهذا يحتم باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة هكذا تسلط أمريكي على القضايا العربية. يعني الآن مع هذه القرارات كيف يمكن الاستفادة منها لدعم القضية الفلسطينية؟ يعني أولا يفترض التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وقد تسلح الفلسطينيون بقرار من مجلس الأمن للمطالبة بمحاكمة وإزالة المستوطنين ومستوطناتهم. هذا قرار جيد من هذه الناحية. ثانيا، الآن من حق الفلسطينيين، بل ويجب على الفلسطينيين ممارسة كافة أشكال المقاومة للاستيطان، المقاومة بكافة أشكالها السلمية والمقاومة المسلحة لمن يغتصب الأرض. الآن يعني الوضع مشجع للفلسطينيين كي يتجرأوا خطوة إلى الأمام، وليس كما يتمنى السيد محمود عباس أن يكون القرار بداية لمفاوضات. المفاوضات لم تقدم شيئا للفلسطينيين.
يعني دكتور، ما سر هذا التوجه الجديد يعني من المجتمع الدولي؟ في سابق يعني سابقا كان يطلق يد الاحتلال في فلسطين ويدعمها بشكل كامل، الآن نرى أن المجتمع الدولي يعني غير قراراته، يعني هل هناك تغيير فعلي في الموقف؟ يعني أنا أقدر مرة ثانية أن المجتمع الدولي لا يلتف من خلف إسرائيل ولا يقدم لها مساعدات. المجتمع الدولي محكوم بجملة من السياسات. المجتمع الدولي يتخذ قرارات ومقاطعة إسرائيل بعيدا عن الدعم العربي. أنا أقدر أن المجتمع الدولي في كل مرحلة من المراحل ينتظر صاعقة التفجير. صاعقة التفجير لابد أن يكون عربيا إسلاميا فلسطينيا. فإذا كان صاعقة التفجير قادر على أن يعطي الإشارة للبدء، نجد المجتمع الدولي يحول مواقفه ويقف مصيرا للقضية الفلسطينية ونصيرا للقضايا العربية. لكن طالما كان العرب على خلاف مع أنفسهم وطالما كان المسلمون ممزقون، بالتالي المجتمعات الدولية تفتش عن مصالحها، وقد تجد أحيانا بعض مصالحها في إسرائيل. لكن هذا لا يعني أن المجتمع الدولي قد باع نفسه إلى الإسرائيليين، والدليل على ذلك لجان المقاطعة الدولية في أكثر من بلد أوروبي والتي بدأت توقف تعاملها سواء مع الجماعات الإسرائيلية أو مع ما تنتجه المستوطنات الإسرائيلية من منتجات لا يسمح لها بالوصول إلى الدول الأوروبية. نعم، المحلل والكاتب الدكتور فايز أبو شمالة، شكرا جزيلا لك.